الدورة كما ريت ما كانتش سهلة، واجهنا فيرك ومدارس عريقة، لي جروب اللي طحنا معاهم كانوا صعاب شوية، سي دي ماتش فينال من برميتور حتى لافينال. نشكر الدراري يعطيهم الصحة، بدلوا كل المجهودات. كان فوز عظيم ومباراة نادي الظهران في القمة. أريد أن أشكر جميع المنظمين والمدربين. قمنا اللي علينا، درنا اللي علينا، ربحنا 6 لقاءات نهائي، خسرنا بضربة الحظ، معليش المهم الصغار داروا عليهم وحنا ماذا بينا. حنا لوبجيكتيف نهار الأول جينا هنا باش ندو أكثر لاعبين للفريق الوطني، هذا هو الهدف المخصص في هذه الدورة.